السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احلى حاجة بقى في مصر ان انت تصحى بقى الساعة 7 الصبح، تروح بقى تجيب فطارك. انا طبعا الولاد هوريهم لكم رايحين، كلهم رايحين المدارس دلوقتي بسم الله ما شاء الله، لان انا صاحية بدري قوي وقلت بقى ايه يعني اشوف الاجواء اللي الواحد بعيد عنها دي. نجيب حليب بقى وشاي بلبن وفول وطعمية فهوريكو. طبعا واحد بقاله فترة كبيرة بعيد، فهشوف كده لسه يعني هستكشف الحاجات. بصوا هوريكو بقى شوية حاجات كده والخضار والحاجات دي اللي بنجيب منها. مش عارفة المحلات قافلة ليه على الصبح كده. هي مصر مصر اتغيرت ولا ايه؟ ولا وانا بعيدة عن مصر بقالي كتير اوي كده. على ما هروح منطقة تانية واشوف، لسه الناس ما فتحتش مع اني مش صاحيه يعني بدري قوي الساعه 7:30. هنا بقى الحاجات اللي هو المخبز بتاعنا بقى في مصر، البقسماط وما اعرفش المنين، مش عارفه بيقولوا عليه منين، القرص، الباتون سليم، حاجات كده تفتح النفس على الصبح. هنا بقى الحلويات اللي هي المسكره والحاجات دي، العيش السن ولا السن. بصوا حاجات جميلة اوي، فوق بقى حلويات وشوكولاتات وحاجات زي كده اهي. هنا هما من بره اهو، السجون بقى اللي هنا، الحاجة زي ما انتوا شايفين حاجة ما شاء الله على الصبح كده. الواحد بيتفائل بالحاجات اللي هي المخبوسات دي على الصبح اوي اهي. والفطير المشلتت بتاعنا بتاع مصر. هنا بقى الفاكهة الفاكهة والخضار اهو، لو احتاجنا حاجة بقى يبقى بعد الظهر بقى ننزل، والمانجا والفاكهة والحاجات دي. وهنا بقى السوبر ماركت، هخش بقى اجيب ايه، ادخل اجيب حليب عشان نفطر بيه والشيبسي والحاجات دي بقى. وهناك برضو اهو محل فاكهاني برضو وخضارات يعني. بصوا القطة فكرتني بتيمو اللي عندي في البيت، بس مش عارفة هي تلاقيها جعانة يعني. اسمك ايه؟ تعالي. اسمك ايه؟ هي هترد عليا؟ اي اي اي. طبعا انا زمان كنت استحاله مدي ايدي على قطه كده في الشارع، بس المشكله ان انا هي يعني حاسه ان هي جعانه، جت تجري عليا. بصوا بصوا بصوا. طب استني، طيب استني استني، انا جايبه حليب بس مش عارفه مش لاقيه احطه لك في ايه. لو كنت اعرف اني اشوفك تعالي. طيب زقه فيا خالص وانا مش عارفه اعمل لك ايه. انا لقيت طبق كده صغير هحط لها فيه حليب، انا جايبه حليب هحط لها فيه حليب لاني فكرتني بتيمو. تعالي ايه بابا، هتوقعي الدنيا، انا جعانه خالص يا بنت. اصبري. طب اصبري. تعالي يا روحي، شافتني اتجننت سبحان الله، ليها نصيب تفطر. يا روحي انت جعانه خالص خالص. روحت انا بقى جبت بقسماط والقراقيش والحاجات دي اللي هي بتاعتنا دي بتاعت مصر، واللهم صل على النبي، وجبت حليب بس ما لقيتش بقى بتاع فول، او يمكن راح في حته تانية لان كل يوم حاجه بتتغير. انا يمكن المنطقه هنا قضيت فيها طفولتي كلها الحمد لله، جنبي مدرسه هنا اهي، مدرسه الازهر، كنا بنشوفهم بقى وما بيحيوا الصباح والنشيد الصباحي والحاجات دي، ايام جميله قوي قوي قوي. طبعا الاولاد لسه في كمان لسه بيروحوا المدرسه اهو، في لسه اولاد بيروحوا المدرسه. بس كنت عايزه اصور لكم بقى الاجواء بتاعه الفول والطعميه، بس هنخليها مره ثانيه مش مشكله. المهم ان احنا جبنا اهم حاجه البقسماط والشاي بحليب. اهو سامعيني يمكن بيحيوا العلم، هم لسه بيقولوا نشيد الصباح وبيحيوا اهو، تقريبا بيقولوا تحيا جمهورية مصر العربية او حاجة، مش مركزة في الصوت قوي.
بس يلا يا جماعة عشت معاكم كده أجواء بتاعت الصباح، شوفوا في أجواء تانية إن شاء الله.